صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين قوله إني جاعل في الأرض خليفة؟ مش وجه التعارض بين هذا وهذا؟ ما في تعارض بين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم عليه السلام وذريته يخلفون من قبلهم، ليس خليفة لله، إن الله لا يخلفه أحد سبحانه وتعالى، ولكن خليفة يعني يخلف بعضهم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضهم بعضا، ولا تعارض بين هذا وبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو يعبد الله وهو خليفة في الأرض. وقال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم.